مرحبا أصدقائي، دعني أخبركم أولا أن كل ما سوف تشاهدونه هو بالذكاء الاصطناعي وبضغطة واحدة وبمدة تصل في الفيديو إلى دقيقة. يمكن أن أقول لكم وداعا لبيكا لابز وداعا الرنواي في الفترة القادمة. في هذا الفيديو سوف أشارك معكم أعظم الإصدارات من شركة OpenAI ChatGPT لتحويل النص إلى فيديو. البارحة بتاريخ 15/2/2024 تم إصدار موقع صورة لChatGPT والذي يهتم بتحويل النص إلى فيديو لكن بدقة عالية. سنة 2024 بدأت ساخنة، فبعدما قامت شركة جوجل بطرح مشروع ليمير والذي هو توجهه وهو تحويل الصور إلى فيديوهات لكن لا تصل دقته وتوقيته إلى المشروع الحالي لفيديو اليوم، ظهرت أيضا أبل بنظاراتها الخارقة والتي تتجاوز الخيال وتأخذك إلى عالم آخر وسوف تحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي. جاءت أيضا جيماني بفئاتها الثلاث نانو والإلترا والبرو وكذلك الأدفانسد. اليوم OpenAI بيوم 15/2/2024 تظهر أعظم إنجازاتها لسنة 2024 والذي سمي بصورة، وهو مختص بالأساس في تحويل النص إلى فيديو ولكن ليس مثل بيكالابس أو رينواي AI. أظن أنه سوف يتجاوزهم في المستقبل وسيحل مجموعة من المشاكل كتوقيت الفيديوهات، لأن الفيديو الواحد قد يصل إلى دقيقة ويحافظ على جودة التصوير ويلتزم أيضا بالمطالبات المستخدمين. اليوم أردت أن أشارك معكم هذا الإنجاز الرائع في انتظار أن يتم طرحه للجميع. اليوم هو متاح فقط لأعضاء فريق ريد والذين يقومون بتقييم الأخطاء وتطوير البيانات، وأيضا تم إعطاء فرصة أمام الفنانين والمصممين وصانع الأفلام، هذا فقط لمراجعة جميع الأخطاء والمشاكل قبل طرحه للعامة مثل جميع المشاريع والمواقع الجديدة. صورة AI الجميل فيه هو أنه قادر على إنشاء مشاهد معقدة بشخصيات متعددة وأنواع محددة وتفاصيل دقيقة حسب المطالبة. كل ما تشاهدونه الآن تم إنشاؤه من طرف فريق صورة بالذكاء الاصطناعي كأنه حقيقي صراحة. سوف أريكم أمثلة وسوف أشاركها معكم الآن، والرابط الخاص بالموقع سوف أتركه في الوصف. بالنسبة لصورة، أهم الأشياء التي يعتمد عليها وهو دال أوتري وGPT-4 التي تم تدريبه على ملايين الأبحاث والبيانات، وهو كما نقول قادر على إنشاء من خلال عالم افتراضي حقيقي. فمثلا كما تشاهدون هنا مجموعة من الأمثلة، لنشاهد أول مثال معنا، هذا خرافي صراحة وهو مثل مقطع فيلم دعائي فقط من خلال مطالبة واحدة كما تشاهدون في الأسفل وبضغطة واحدة. يعرض مغامرات رجل فضائي في عالم آخر، إذا لاحظتوا يرتدي خوذة وبدلة وملامح، كل شيء واقعي ومدة الفيديو طويلة قد تصل إلى دقيقة. الآن يمكن أن أقول لكم في المستقبل وداعا بيكالابز ورينواي، وسوف تتمكنوا من إنشاء أفلام سينمائية بضغطة واحدة. كذلك هذا المثال لسيدة تمشي في وسط اليابان أو الصين بتفاصيل دقيقة من خلال مطالبة في الأسفل الموجودة تحت الفيديو وبـ 59 ثانية. تكنولوجيا خرافية صراحة وملامح وحركة متناسقة ومشاهد تتوالى دون انحراف، والكاميرا أيضا تتحرك باحترافية، كل هذا بضغطة واحدة. أيضا في هذا المثال بالنسبة للأشخاص الذين يريدون إنشاء مقاطع قصص وأفلام بالذكاء الصناعي، الأمر سوف يصبح ممكن. مثل هذا المشهد، لاحظ حركة الكاميرا وانسجام المشهد، ولاحظ أيضا نهاية وبداية المشهد أيضا كأنه مشهد من فيلم هوليود، كل هذا من خلال مطالبة وبضغطة واحدة، الأمر سوف يصبح احترافي وخرافي في المستقبل. كذلك عندما ننتقل إلى هذا المشهد، هو عبارة عن مشهد تاريخي كأنه في كاليفورنيا كما هو مكتوب في المطالبة. الذي يدهشني أن الكاميرا تتحرك وسط القرية والمشاهد تتوالى بواقعية وبوقت أطول. هنا فيديو لزهرة بمطالبة واحدة تركها أيضا في أسفل الفيديو. هذا المثال الذي تم إنشاؤه رائع لأنه يبين واقع الزهور وكيف تنمو بشكل حقيقي وتتكيف مع المفهوم الفيزيائي وكيف تتواجد في العالم في الأصل. هذا لم نجده في مواقع بيكالابز ورينواي سابقا.
الآن الأشياء أصبحت دقيقة والفيديوهات أكثر دقة. ولاحظ أيضا هذا المشهد، أيضا لعائلة والجدة تحتفل هنا، العائلة في الخلف، العائلة في الخلف تصفق، والشموع والمشاهد السينمائية والألوان، صراحة كل شيء خرافي، والأضواء الآن لن تقدر على التفريق بين الواقع والذكاء الاصطناعي في المستقبل. أيضا هذا الكلب يحاول القفز من نافذة إلى أخرى، صراحة تقنيات متقدمة، لكن للوصول إلى هذه الفيديوهات يجب إتقان المطالبة ويجب أن تكون دقيقة. أيضا هذا الكلب أيضا يوجد على البحر، صراحة المشهد مضحك، ويحمي الهاتف، الأمر أصبح أكثر واقعية. أيضا تم التطرق إلى لقطات للقطار، لفتاة توجد في القطار، أصبح الأمر ممكن لكي تنشئ مثل هذه الفيديوهات، الصورة تظهر وتنعكس على النافذة، كذلك تم إنشاء رسوم متحركة وأنيميشن 3D. أيضا تم وضع فيديوهات، جميع الفيديوهات يمكنكم التصفح من خلال الرابط الذي سوف أتركه في الوصف. وكباقي جميع المواقع في بدايتها تكون لديها نقاط قوة ونقاط ضعف حسب أيضا ما قيل في المقالات الموجودة في الموقع. وجدت بعض نقاط الضعف حسب نظري، فمثلا هذا الشخص يجري بشكل معاكس، هذا يأتي غير معقول وغير واقعي، أي أنه في بعض الأحيان قد يتم إنشاء فيديوهات غير واقعية من خلال هذا الموقع، لكن هذا سوف يتم تحسينه وتطويره لاحقا. كذلك في هذا النموذج أظن أن الصورة فشلت في إنشاء كرسي، كما تشاهدون أن هنا علماء أثار كأنهم وجدوا كرسي قديم، لكن شكل الكرسي لم يتم إنشاؤه بشكل واقعي وبدأ يتحرك لوحده، وهذا غير منطقي على غرار باقي الفيديوهات التي شاهدنا في البداية. أظن أن هذا العام سوف يكون عام خرافي لأفلام السينمائية بالذكاء الاصطناعي وثورة في عالم تحويل النصوص إلى فيديوهات. وكخلاصة، الصورة هو محرك فيزياء يعتمد بالأساس على بيانات والمحاكاة وكل ما تم تدريبه عليه من طرف علماء OpenAI، وهذا ما يميز إصدار صورة لفيديوهات الرائعة والواقعية والحقيقية التي شاهدناها. وإلى هنا، إلى حين إصدار الموقع بشكل رسمي، هذه المعطيات الأولى والتجارب الأولى تعتبر رائعة ولا تصدق، وبالنسبة لنا كمستخدمين سيحل مشاكلنا، لكن نتمنى أن تكون به صيغة مجانية ولو بقليل كباقي المواقع، لأن هذا صراحة خرافي، ومع توقيت يصل إلى دقيقة سوف يغنيك عن مواقع المعروفة بيكالابز ورينواي AI وباقي المواقع لتحويل النصوص إلى فيديوهات. وأخيرا وليس آخرا، إذا عجبتكم الفكرة وهذا الفيديو ليس كباقي الفيديوهات التي نضعها، نتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس وتعليق. تحياتي لكم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.